في أحضان جبال الحجر الغربي تقع مدينة الرستاق حاضرة جنوب الباطنة. تبعد الرستاق 165 كيلومترا شمال غرب العاصمة مسقط. ولمكانة هذه الولاية فإنها قد حظيت باهتمام السلطنة ومرت بثلاث مراحل من مشاريع التجميل والتحسين، لذا أصبحت الرستاق الآن في مقدمة المدن السياحية في عمان نظراً لما تتمتع به من مقومات تراثية وطبيعية أهلتها لأن تكون متميزة. ومع النمو العمراني في الرستاق ازدهرت التجارة وتوسعت أسواق المدينة، حيث تتوزع المحلات التجارية الحديثة ملبية بذلك احتياجات الأسرة العمانية، لا سيما من الأزياء التقليدية التي تحرص المرأة على ارتدائها في الأعراس والمناسبات السعيدة. الحلي الذهبية في الرستاق ما تزال تحافظ على أشكالها القديمة وفنها البديع وتجذب بجمالها وبريقها المرأة. ومع وجود هذه الأسواق الحديثة في السلطنة، إلا أن المواطنين في الولايات العمانية ما زالوا متمسكين بالأسواق التقليدية التي لها خصوصيتها ونكهتها التراثية المميزة. سوق الرستاق يفتح أبوابه بعد أذان الفجر وهو محاط بسور تتخلله ثمانية أبواب قوية، لذا يعرف بسوق أبو ثمانية. ويتولى فتح وإغلاق هذه الأبواب حارس السوق الذي يمثل العين اليقظة التي تحرس ممتلكات السوق في ساعات الليل والنهار. نبتدئ قبل صلاة المغرب حوالي التقدير بربع ساعة، ونغلق الأبواب وليلي نتجول على السوق حراسة كذا. والصباح حوالي التقدير من بعد الأذان حوالي التقدير الساعة 7 نفتح الأبواب وتجي الناس تشري وتبيع داخل سوق الرستاق. هكذا حوالي التقدير قبل الظهر يقفل السوق، يغلق السوق، تصير الناس تصلي وتروح بيوتها، وتظل حوالي التقدير ثلاث ساعات قصر 10 دقائق يفتح السوق. مرة تجي الناس هكذا يلين قبل المغرب بعشر دقائق يغلق الأبواب ويبات يتجول على السوق الحارس.
سوق له نظامه وعراقته وموقعه المتميز تحت أسوار وأبراج قلعة الرستاق. فالدخول في سوق أبو ثمانية يمثل جولة سياحية إلى معالم المدينة التراثية وحياتها الاجتماعية. لذا فقد أصبحت هذه الأسواق التقليدية لها مرتادوها الذين يأتون إليها من داخل السلطنة وخارجها. مشاهد جميلة تترسخ في الذاكرة وسط الأروقة المتداخلة وأكداس السلع المتنوعة. سوق أبو ثمانية في الرستاق بأزقته ودكاكينه القديمة التي تصطف على الجانبين عالم متفرد بذاته يتمازج فيه القديم بالحديث. بضائع مختلفة تقابلك وأنت تتجول بين أزقته، أدوات زراعية وأخرى منزلية وحبوب وكماليات، ألوان وأصناف متداخلة تشكل لوحات فنية من الحياة الاجتماعية البسيطة. هذا البناء الإسمنتي بعقوده المتميزة يمثل القلب في سوق الرستاق. هنا يمكنك شراء الثوم العماني الذي يجلب من سفوح الجبل الأخضر. أنا سيد بن حمد بن سعيد الحسني، عمري 50 سنة 60 سنة، وكنت عمري في هذه السوق أجي عمري 10 سنوات. فأتيب سمع تمر بيقول الجماعة من هناك، سمعناتي تمر ونبيعه هنا، سمع في الرستاق شوفي. وبعدين في البضائع الذي هدناهن وعرفناهن في الرستاق الذي تنزل فيها العيوش، سمع تقسم هنا تكب وينادي علي الدلال تسمعي، وكذلك الحبوب فيها العرصة هذه، وكذلك نسمع السمن الذي دخلت مع دخل العرصة، والنحل هذه وادي السحتن ياتي منها سمع ثوم وسفرجل وكل شيء تسمع، اي حاجه ياتي منها من وادي السحتن. يعني صبح السلعه اليوم ماشي هنا تصبح ما تاي من وادي السحتن. هذا السوق له فروع من جبال جو، من الوديان جو، من اي مكان واي منطقه كان هو مرجعه من هذا السوق، من الحوكين، من وادي السحتن، من وادي بني عوف، من وادي بني خروص، من كل جهة. هذه الأودية والقرى شكلت بمجموعها اسم مدينة الرستاق، كما أنها جعلت السوق المحطة المميزة في المنطقة، سواء من ناحية النشاط أو السلع المحلية، حلوى عمانية وبهارات طازجة وبن محمص، روائح خاصة تعبق بين جنبات سوق الرستاق. صخب وحركة وحرف شعبية ما زالت تجد لها مكانا في هذه الأسواق التقليدية. تشنف الآذان بأنغامها الجميلة. صناع مهرة يضعون بصماتهم ونقوشهم على قطعة من النحاس أو الفضة بزخرفة دقيقة ومتقنة. الخنجر ترى لباس الحياة، الخنجر والتفق لباس الحياة، والسيف لباس الحياة، ما الناس تقول إن معنى هذا من زمن المعنى الأول، إن هذا حياة الإنسان، شجاعة الإنسان بالسلاح، أن إذا كان ما يشيل سلاح كأنه يمشي عريان، ما شال سلاح في يديه كأنه يمشي عريان. أن لو كان معنى الشباب هذا لكمل الأول، معنى أنه صبح المعنى يتحزقوا وصبح ما يصبح هذا السلاح، يصبح في عزة أكثر بما كان. أول ما الشايب من شيابنا يروم يقحم السوق ما عنده حزاق، إلا ما عنده حزاق يوصيه من حوايقه يقول له ما عندي حزاق، ما قحم السوق، ما متحزق. أجواء أسطورية وسط أروقة السوق المتداخلة. مشاهد مألوفة هنا، إلا أنها مشاهد غير عادية، فيها الكثير من الاستمتاع بالتراث والحياة الاجتماعية، حيث تتعدد الأصوات والنغمات في سوق الرستاق، خاصة أيام الأعياد عندما تنتقل منادات الأغنام من الوادي إلى داخل أروقة السوق. ولا يباع هنا إلا الماعز والضأن المحلي فقط. ربيع 20 26
من أبواب سوق رستاق هذا الباب الخشبي المطل على مجرى الوادي، حيث تقام المزادات على قطعان الأبقار والعجول تحت أسوار السوق. وفي مجرى الوادي وعلى إطلالة من قلعة الرستاق الفخمة، حيث الزحام والمحفل الكبير من الرجال الذين يفيدون إلى سوق الرستاق من مختلف مناطق السلطنة لما يشتهر به السوق من بيع أحسن المواشي التي يتم تسمينها محلياً. وتعد حرفة الرعي أحد أهم الميزات الطبيعية لكثير من أودية ومناطق الرستاق وولايات الباطنة، نظراً لتوافر الأعلاف والمراعي المحلية الطبيعية. وأكثر ما تكون هذه المشاهد والمحافل الكبيرة في سوق الرستاق أيام الأعياد والعطل الرسمية، حيث يزدحم الوادي من أوله إلى آخره. لقد كان وما زال سوق الرستاق من الأسواق المركزية في منطقة الباطنة، ويشهد يوميا هذه الحركة التجارية النشطة، حيث تجلب إليه المواشي من الولايات المجاورة. وفي هذا الزحام تتنوع الأشياء المعروضة. إنه سوق زاخر بالجمال التراثي، خناجر فضية وسيوف وبنادق قديمة، مدينة ساحرة، سوق رائجة بالكثير من السلع. بعد 8 ها علي يوسف شوف ها بعد 28 ها بعد 8 يوسف اجيب بعد 28 8 شرط 8 ساتر جبل ساتر جبل ساتر جبل ساتر جبل. هذه المشاهد الحية تبقى مدينة الرستاق فريدة بموقعها الطبيعي الجميل، محافظة على التقاليد المتوارثة في نموذج من نماذج الأسواق العمانية التقليدية. Yeah, yeah, yeah.